حيدها حيدها دي نعم ليه عندك خلي فيها شي في شي لعيبات شي مشكل شي مشكل من اللور لا تعرفنا المعنى تعرفنا لا هذه الكروس الوراني خاوي خلي داك الشيء تنشف من المسحومه ولا خليها خليها حيد لي في الطريق حيد لي من عن كيف ما كتشوفوا كيعقموا طاكسيات كبار لانهم تم عرضه لانتقال العدوى وهذه بادره يعني بادره جميله مستحسنه ايه والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ان شاء الله كما كتشوفوا اليوم قامت يعني حد فئة مختصة بتعقيم يعني بتعقيم الطاكسيات من أجل سلامة الركاب والسائقين وهذه كيف كتشوفوا بادرة طيبة للحد من انتشار هذه العدوى هذا الفيروس القاتل كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الاجراء فيه واحد النتيجه ايجابيه هذه السلطات يعني محليه والشرطه